صباح الخير عليكم. من ضمن الحاجات اللي بتاخد وقت مننا ان احنا نعمل ايميل لكل طالب. احنا بنعمل ايميل من الاكواد طبعا، بس في طريقة سهلة هتوفر علينا وقت كبير خالص. ان انا هاخد اول كود كده، كودي واحط هنا تاني، بعدين هكتب الايميل بتاعي عادي، بعدين ببساطة خالص كده هنزل تحت خالص، تمام. بس هدوس هنا خليها فلاش فايل، هتلاقوا الدنيا ظبطت معايا. سوري اهو، وبكده انا خلصت الايميلات في وقت قليل جدا.